يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب طاعته والحذر من معصيته، هذا من حقوقه. فرضنا واحد الرجل قال لك سيدي آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأنه مبعوث إلى الثقلين إلى الإنس والجن وبأنه صادق لا يكذب وبأنه كذا كذا، ولكن في الطاعة لا أطيعه، ندير هذاك الشيء اللي قال لي راسي ونختار العبادة اللي عجبتني نديرها نديرها واللي ما عجبتنيش ما نديرها، والحاجة اللي قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم ما نديرهاش يمكن لي نديرها، إلا أنا اشتهيتها خصني نديرها. فلا ألتزم بطاعته ولا أتوقف عند مناهيه صلى الله عليه وسلم. فنقول بأن من لوازم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن حقوقه على أمته أنهم ينبغي أن يطيعوه فيما أمر وأن يجتنبوا ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال الله تعالى يا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه تأمل المصحف فوجد 34 موضعا فيه الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه لا تحتاج إلى كثير سرد للأدلة في القرآن وفي السنة، الأمر بالطاعة أمر بدهي، الله عز وجل أرسل الرسل ليطاعوا بإذنه سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى غير لما بغاش. فقالوا ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فيدل هذا على أن طاعته شرط من شروط الإيمان، وأن معصيته من الأمور التي تحبط الإيمان. يقول لك أنا ما تابعش. وكما ذكرنا عن القرآنيين الآن ولا زالوا الآن، هذا القرآني اللي ذكرنا بأنهم يزعمون بأنه يعني هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ويسمونه المسيح، عندهم مسيح، عندهم قنوات أحمدية، عندهم قناة الآن يعني تبث بالإنجليزية وربما بلغات أخرى، وعندهم مواقع وتصلني أنا شخصيا وصلتني رسائل يعني عبر بعض التطبيقات لأناس ينشرون هذا الفكر المنحرف، فكر باطل، ديانة باطلة تنتسب عموما إلى الإسلام ولكنها ليست من الإسلام في شيء. وكيقول لك بأنه راه يستغنون بالقرآن عن السنة. وقد ظهرت بعض الطوائف الجاهلة التي تتبنى هذه الأفكار دون وعي ودون إدراك. كاين من الناس المسلمين اللي هما من جملة أهل السنة وتقول لك لا راه الأحاديث يعني فيها شك والبخاري راه فيه شيء أحاديث ضعيفة وكذا والسنة ظنية الثبوت لكن القرآن هو اللي حق ومتواتر، بارك علينا القرآن. نقول بأن هذا الأمر قد أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن نصير إلى ما صرنا إليه وقبل أن نرى ما رأيناه. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقداد بن معد يكرم قال لألفين رجلا شبعان على أريكتي، شفت الوصف كيف يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد الرجل شبعان مكسل هكذا على الأريكة دياله على السرير دياله، يقول سيدي بيننا وبينكم القرآن، بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، صافي بارك علينا القرآن، خلونا من حاجة أخرى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبكتا ومتعقبا وموجها ومصححا ألا وإن
ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، بحال حاجة اللي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم بحال اللي حرمها رب العالمين عز وجل. ألستم تقرؤون كلام الله عز وجل؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن إذا أحل لنا الطيبات فإننا نأتيها ونستمتع بها، وإذا حرم علينا الخبائث فإنه يجب علينا أن نبتعد عنها وأن نجتنبها. إذا شي حاجة اللي حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم فهي حرام، ما نقولوش حرمنا الدليل في القرآن. وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين فصلا طويلا في الرد على هؤلاء الذين يزعمون الاستغناء بالقرآن عن السنة، كيقول لك بارك علينا القرآن وما عندنا ما نديرو بالسنة. عقد فصلا طويلا وذكر فيه من الأمثلة، ومن الأمثلة التي تحضرني أن الله عز وجل حرم في قضية النكاح أن يجمع الرجل بين الأختين، حرام على شي واحد يتزوج المرأة والأخت ديالها في وقت واحد، إذا ماتت الأولى جاز له أن يتزوج أختها، لكن لا يجوز أن يجمعهما على ذمته في وقت واحد. هذا صريح القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لكن السنة جاءت بأمر زائد على ذلك، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. واحد الرجل بغى يتزوج المرأة، عاود تاني بغى يزيد مرأة تانية، هو يقول لها شوفي لي عمتك راه بغيت نتزوجها حتى هي، ولا شوفي لي خالتك متزوجة، وتجتمع المرأة وعمتها عند رجل واحد تحت رجل واحد، هذا محرم بالسنة. وذكر أشياء منها يعني تحريم الحمر الأهلية، حمار أعزكم الله الحمار، واش كاين شي نص في القرآن كيحرموه؟ مكاينش، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه. فلا يجوز لأحد أن يأكل الحمار لأن السنة حرمت، ولا يجوز لأحد أن يأكل الكلب ولا أن يأكل السنور القط، حرام. علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يحرم من السباع كل يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كاع الطيور اللي عندها مخالب يعني تفترس وتعدو بحال الصقر والنسر ونحوها، هذه كلها محرمة لا يجوز أكلها، ويؤكل ما سواها من الدجاج ومن يعني الحمام ومن نحو ذلك يعني يجوز. إذن السنة لا يمكن الاستغناء عنها بالقرآن، فهي مكملة للقرآن وشارحة له ومبينة له ويعني مفصلة لمجمله وهكذا كل شيء. هذا الله عز وجل يقول في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن لابد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قضية المخالفة دي الرسول صلى الله عليه وسلم، وش المخالفة؟ سهلة. الله عز وجل يقول في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، يردوا البال. لذلك هذا وعيد شديد في الحقيقة بعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان اللي كيخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو تحت الوعيد الذي قد يصيبه يعني عذابه وطائلته في الدنيا وفي الآخرة، إما يتعذب في الدنيا ولا يتأجل العذاب حتى الآخرة. لذلك ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في تفسيره فليحذر وليخشى من مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. لكي خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أش غادي يقع عليه؟ إما يقع في الكفر ولا في النفاق ولا في البدعة، وهذا أمر تشاهدونه وربما تلمسونه المسليط. راه غير كتخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إما توقع في الكفر ولا توقع في النفاق ولا توقع في البدعة، فعليك بلزوم غرز النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت النجاة لنفسك. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. أي في قلوبهم أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. يعني يمكن يتصاب في الدنيا بقتل، يمكن يتقتل. علاش؟ مثلا يزني بعد إحصان
خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فزنى بعد إحصان فقتل، أو فارق دينه فارق الجماعة فيقتل مثلا، أو قتل نفسا فيقتل، أو يصيبه حد تقطع يده إذا سرق خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، سرق خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وسرق تقطعت لي يدي، خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وشرب الخمر فجلد، خالف أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فافترى وقذف غيره بالزنا فيجلد جلد الفرية، حد الفرية 80 جلدة في ظهره. إذن مخالفة لابد يقع في فتنة اللي هي في القلب كفر أو نفاق أو بدعة، ولا في الدنيا بالقتل أو الحد أو الحبس أو نحو ذلك. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. أتدري ما الفتنة؟ واش عرفتي شنو هي الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يرد البرة قضية ماشي سهلة، يمكن يقع شي حاجة ديال الزيغ في القلب ديالو وصافي هذيك النهاية فيهلك. فلذلك ينبغي أن يحرص. شوف صباغي الصحابة، أذكر لكم قصة. في قصة أحد لما قتل حمزة رضي الله عنه ومثل به، طبعا كتعرفوا الكفار من شدة حقدهم على المسلمين فإنهم يجهزون على الجرحى ويقتلونهم، بل يمثلون بالجثث، يجدعون أنوفهم ويبقرون بطونهم ويلوكون أكبادهم ويفعلون ويفعلون. فحمزة رضي الله عنه مثل به، فجاءت صفية رضي الله عنها أخته، يعني صفية بنت عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب أخوها، فلما سمعت بمقتله جاءت وقصدت مكان المعركة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآها قال: المرأة المرأة، يعني شو شورى المرأة غادية، فردها. فقال الزبير رضي الله عنه: فتوسمت أنها أمي صفية، فتوسمت أنها أمي صفية. قال: فخرجت أسعى فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما بغاهاش تشوف هذاك المنظر، لأن النساء يعني فيهن جزع، فيهم الصبر، وربما إن شافت هذا الشيء ربما تتغير وتتأثر وتنهار وكذا وكذا. قال: فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قال: فلدمت في صدري، وكانت امرأة جلدة. لدمت في صدري أي دفعت في صدري، وكانت امرأة جلدة. قيل كانت قوية، وقيل جلدة يعني من التجلد وهو الصبر، يعني راه فيها الصبر ما تحتاج غادي تشوف ما يقع عليها والو. فلدمت في صدره فقالت: إليك لا أرضى لك، إليك لا أرضى لك، يعني بعد مني لا أرضى لك، وهذا بمعنى لا أم لك، ولا يقصد معناه، وإنما كلام يجري على ألسنة العرب. يعني كتقول له بعد مني خليني أنا بغيت نشوف حمزة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقلت ردوا لي ردوا البال في هذه القصة، هذا هو الشاهد، يعني هي الآن عازمة على أن ترى أخاها وما فعل به، والرجل اعترضها فلدمت في صدره وما استطاع أن يوقفها بقوته. فقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. راه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما تقدمش، لا يجوز لك أن تتقدمي إلى القتلى. قال: فوقفت. خلاص جاء الأمر من عند من؟ جاء الأمر من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف هذه غير حادثة يسيرة جدا. قال: فوقفت وأخرج الثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة. قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين، والأنصاري لا كفن له، جاتهم نقصة باش يكفنوا سيدنا حمزة في جوج ديال الأثواب، وذاك الأنصاري ما عندوش تشيتو لا كفن له. فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. وشوف دابا سبحان الله، هذا ودابا ما معهم حتى واحد، ومع ذلك جعلوا لحمزة ثوبا وجعلوا للأنصاري ثوبا، ومشي فقط. قال: فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر. بقوا كيعبروا هذوك الأتواب ولقوا واحد تبكر من الآخر، يعني سيكون سابغا أكثر من الآخر، فلا يخصون به حمزة،
وخاهم جايين لا تبدي الحمزة رضي الله عنه، ومع ذلك قال فقدرناهما فوجدنا أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما، درنا قرعة درنا العد، شكون مول هادتو وشكون منادتو، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له أو صار له، يعني بعض الروايات فيها طار له وهذا ينسب، يعني كل واحد كفنا في ذلك التوب اللي وأدهم الراوي هذا، ما قالش كل اللي جاء فيه التوب الكبير في الشاهد. شوف كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يقفون إذا سمعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عزم عليك فوقفت، وقفت رضي الله عنها وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر حديثا عجيبا جدا، وهذا الحديث في الحقيقة هو الذي بنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم الذي لم يؤلف في بابه مثله، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يعني أن الرجل إذا أراد أن يتبع الصراط المستقيم فلا يعني أن يخالف، إذا أراد أن يتبع الصراط المستقيم فعليه أن يخالف أصحاب الجحيم، ما يمكنش تتبع الصراط المستقيم حق الاتباع حتى تخالف اليهود والنصارى. ودار هذه التفاصيل كلها تما في قضية مشابهة الكفار في أعيادهم وفي عقائدهم وفي كل شيء، وبنى على هذا الحديث هذا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. الشاهد هو هذا، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، فهذه بشرى لكل من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن له الذل والصغر، فليختار لنفسه ما يشاء، إلا بغى الذل والصغر فليخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراد العزة فليتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليطيعه ظاهرا وباطنا. إذن هذا هو المقياس. وفي الحديث الآخر إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فكل مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم مورثة لذل صاحبها، فعليكم يا عباد الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحذروا من مخالفته صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا القضية الطاعة فيها يعني كثير من الأمور التي ينبغي أن تفصل، لكن نكتفي بهذا القدر ونرجع بقية الكلام على بقية الحقوق إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر ربنا عز وجل البقاء واللقاء. فأكتفي بهذا، وأسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لحسن يعني اتباعه صلى الله عليه وسلم وأداء حقوقه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السنة حقا في الظاهر والباطن في الغيب والشهادة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت